وللمزيد حول قطاع السياحة خاصة الفنادق في منطقة الخليج تنضم إلي مباشرة من دبي السيدة هلا مطر شوفاني، وهي رئيسة شركة HVS للاستشارات الفندقية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. هلا أهلا وسهلا بك، نحن استخدمنا بعض تقاريركم لحتى نحط هذه الإحصاءات التي رأيناها على الشاشة. أنتم تتابعون بشكل حثيث قطاعات السياحة خاصة هنا بالخليج، جميعنا يعلم هلا أنه يعني في أضرار، ولكن المشكلة أنه حتى الآن لم يتم الحديث بالتفصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة بمنطقة الخليج. مرحبا نادين، لإلك وللمشاهدين. إذا فيني بس بلش نقول أنه حجم النمو بقطاع السياحة والسفر بمنطقة الخليج بالخمس سنين الماضيين كان حوالي 10%، وعلى هالأساس نحن كنا متوقعين أنه يوصل حجم الإنفاق على السفر والسياحة بمنطقة الخليج ل 110 مليار دولار أمريكي. قطاع الفنادق بالتحديد هو بيشكل حوالي 30% من الإجمال الإنفاق. على هالأساس وجراء التداعيات أكيد لكورونا والتأثير السلبي، يعني كمان ممكن نستعمل التأثير الدراماتيكي، من المتوقع أنه توصل الأضرار إلى ما يقارب الـ 50 لل 60 مليار دولار نتيجة لإقفال المطارات لمدة تجاوزت الثلاث أشهر هلأ، وإقفال الفنادق والمنشآت السياحية. بالتحديد بقطاع الفنادق ممكن إجمالي الضرر يكون حوالي 10 لل 15 مليار دولار أمريكي. مثل ما تفضلتي وقلتي نادين، نحن عملنا دراسة مع كبار المستثمرين وأصحاب الفنادق بمنطقة الخليج، وتبين من 2400 فندق بال 2019 بمنطقة الخليج حوالي 29% من هول الفنادق أو ما يقارب 700 فندق هن أغلقوا بالكامل أبوابهم، بينما بس 10% من الفنادق استمرت عملياتها بشكل غير منقطع، 7% تحولوا أكيد لكوارنتاين فاسيليتيز، والباقي الـ 40% هن مستمرين بس مستمرين بتقديم الخدمات بشكل محدود جدا. فالسؤال وقت اللي بدنا نحكي عن الضرر بالإجمال هو هل الأوتيلات اللي أغلقت أي متى حيقدروا يفتحوا؟ شو هي التكاليف الإضافية اللي حتكون مترتبة على المستثمرين وأصحاب الأوتيلات تيرجعوا يفتحوا أبوابهم وينموا السياحة؟ هلا بس لأستوضح منك، الأرقام اللي ذكرتيها هي عم نتحدث عن منطقة الخليج صح؟ مضبوط، منطقة الخليج 110 مليار دولار هيدي كانت لمنطقة الخليج كامل الأنفاق على السفر والسياحة. طيب اليوم مشكلة أساسية هي استمرار إغلاق المطارات، ونحن نعلم أن الناقلات الخليجية لعبت دور كبير جدا بالسياحة ولا تزال، فاليوم هل ممكن للسياحة المحلية أن تعوض جزءا من الخسائر هذه اللي تحدثتي عنها بقطاع الفنادق إذا بدنا نتحدث عن الفترة القادمة، وأي سيجمنتس ممكن أن نرى فيها بعض النشاط أو بعض التحسن بالفترة القادمة؟ أكيد السياحة المحلية بتلعب دور كتير أساسي ودور إيجابي في إعادة الحركة السياحية، ومثل ما كان الريبورتاج قبل عن اليونان نحن هيدا شيء شفناه ولمسناه بمدن بالصين ومدن أخرى بأوروبا. بالخليج بالتحديد أنا باعتقادي أنه هي السعودية حتكون الرابح الأكبر من ناحية السياحة المحلية نظراً لعدد السكان، مساحة البلد، وأكيد الثقافة المحلية. بالإضافة وقت نحكي عن التارجت سيجمنت، إنه السعودية ما كانت تعتمد بشكل كبير على السواح الأجانب ما عدا السياحة الدينية. هلا وقت نطلع على المدن الأخرى بالخليج هي بالعموم بتعتمد على المسافرين الدوليين، مشان هيك موضوع المطارات بيأثر أكثر سلبياً. والسائح وذر للغرض العمل أو السياحة، هيدي المدن حتشهد يعني نبوء بطيء لحدود فتح المطارات بالكامل والسفر بالكامل. أنا باعتقادي ممكن إذا قدر دول الخليج يشتغلوا على what we call a travel corridor، وعلى اتفاقية ما بين الدول، هيدي طبعا حتكون مفيدة للمدن المتبقية لدول الخليج، بس السعودية هي الرابح الأكبر من هيدي الناحية، من ناحية السياحة المحلية. هلا بالتارجت ماركتس أنا أجن تقديري بيكون إنه الشرائح يلي هي شرائح العمل
للمؤتمرات هيدي حتكون الأضعف ورح يتأثر يعني بضعف الطلب لمدة سنتين أو ممكن أكثر. بتوقع إنه التعافي حيكون السياحة الترفيهية والسياحة الشخصية بشكل أسرع من هوديك الشرائح. طيب اذا رجعنا شوي للقطاع الفندقي والخسائر اللي تحدثنا عنها، نحن راينا ليس فقط للفنادق بس دول منطقه الخليج اقرت عدد من الاجراءات من بعد ازمه كورونا لكي تساعد الشركات بالاجمال على المرور بهي الفتره باقل خسائر. هذه الاجراءات كيف ممكن ان تساهم هذا القطاع، وما هي الامور الاخرى اللي ممكن ان تخفف من خسائر القطاع الفندقي برايك؟ أكيد هو مثل ما قلت نادين، هو يعني الضرر هو جسيم للمستثمرين وأصحاب الفنادق، وحتى إعادة تشغيل الفنادق من ضمن القيود المفروضة حيكون عليها عبء إضافي، عبء مالي إضافي على أصحاب الفنادق. أنا من خلال ذات الدراسة يتبين لنا أنه 36% من أصحاب الأوتيلات هن قادرين على تغطية مصاريفهم لثلاثة أشهر، بينما 39% قادرين انه يغطوا لحدود الست اشهر من المصاريف، يعني كومبايند هيدا بحدود ال 75% ما عندهم القدره انه يستمروا لاكثر من ست اشهر. مشان هيك التحفيزات ولا المساعدات اللي تقدمت فيها، وعدد عديد من الحكومات تقدمت مساعدات لدعم القطاع السياحي والسفر، ولكن انا بقول انه ثلاث اشهر ما حيكون مفيد، بدهم يكونوا بحاجه لينحط دعم على مده 12 شهر وممكن يمتد ل 18 شهر. من الاشياء الاساسيه يلي بتكون مفيده وملموسه للمستثمر واصحاب الفنادق هي المساعدات بشكل الغاء بعض الرسوم المتعلقة بالتشغيل وشؤون التوظيف، وكمان المصاريف الزايدة اللي حتكون مترتبة على المستثمرين يعني جراء الامتثال للقواعد الوبائي الجديد، وبالنهاية الدعم المباشر للمرتبات تبع الموظفين بهذا القطاع. مثل ما نحن بنعرف انه قطاع الفنادق والسياحة بدول الخليج هو بمعظمه من الوافدين، ونظرا للظروف الحاليه وغلق المطارات، اصحاب الفنادق عندهم مش بس مسؤوليه عمليه بس مسؤوليه اخلاقيه انهم يرتبوا امور ويامنوا على هؤلاء الموظفين لحتى اعادتهم على بلادهم. هلا انا اكيد بدي اختم معك بموضوع بسؤال ربما الجميع يساله بذهنه الان، هو متى ممكن ان نتوقع التعافي؟ يعني اليوم وما شكل التعافي الذي ممكن ان نراه بالقطاع السياحي برايك؟ انا يعني بالصعيد الشخصي انا كثير ايجابيه، بس عمليا انا كمان كثير متفائله بالبوتنشل تبع قطاع السياحه والسفر بمنطقه الخليج بالتحديد، على الرغم من المصاعب اللي نحن فيها هلا. يعني بس تنقارن شوي مع توقعاتنا، التاثير السلبي بمنطقه الخليج هو حيكون مطابق بشكل كبير لتوقعاتنا للريكفري بمدن اساسيه باوروبا وباسيا وبامريكا. مظبوط انه انا ما بتوقع تعافي سريع، هيدا يعني من دراستي وقراءتي مش بس للوضع اللي نحن فيه بس كمان للوضع الاقتصادي العالمي واللي بيساهم طبعا بالنمو الحركه السياحيه. انا بعتقد انه تيسير في تعافي للقطاع مش ممكن قبل 2023، حيكون تعافي بطيء. بالرغم من ذلك انه اكيد في مناطق مثل دبي بالتحديد والامارات رح يكون في الاكسبو دبي اللي تاجل لل 2021، هيدا طبعا رح يساهم بحركه ايجابيه، وكمان سعودي فيجن 2030 يلي هو خطه طموحه جدا لتنميه السياحه بالمملكه السعوديه، هيدا حيكون عندها تاثير ايجابي. بس بالعموم وبالمختصر انا باعتقادي انه حنشهد شيء مثل وات وي كول تشيك مارك للريكفري بين 2020 وال 2023. شكرا جزيلا هلا مطر شوفاني رئيسه شركه اتش في اس للاستشارات الفندقيه، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا اليوم. مشاهدينا وقفة مع فاصل نتابع بعده غداء عمل، وفيه ليونة في الموقف البريطاني بعد محادثات مع الاتحاد الأوروبي.